وللمزيد ينضم إلينا دكتور رضا محمد علي، مدير معهد المحاصيل الحقلية ورئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح. يعني بعد التحية دكتور رضا، كيف تقرأ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لموسم حصاد القمح من هذه النقطة تحديدا من شرق العوينات؟ تحياتي لحضرتك طبعا للساده المشاهدين. في البدايه بحب طبعا يوم مميز، يوم تاريخي زي ما بيقولوا، ان احنا دايما في اهتمامات القياده السياسيه وعلى راسها طبعا فخامه الرئيس انه دايما بيتكلم، دايما عمال في انجازات دايما في الملف القطاع الزراعي الراعي على الامن الغذائي بشكل عام، وبالتالي دايما في اهتماماته وشغله الشاغل ان احنا بندبر احتياجاتنا من المواد الغذائيه، من احتياجاتنا من المحاصيل الاستراتيجيه اللي دايما فيها دايما في اهتماماته، وازاي نقدر نقلل الفجوه او الجاب اللي موجوده ما بين الانتاج والاستهلاك. المساحه المزرعه في مصر تقريبا ما يكون حوالي 3.2 بتجيب تقريبا ما يكون حوالي 10 مليون طن، في فجوه ما بين الانتاج والاستهلاك ما يكون حوالي 45%. الجاب دي بتتحل عشان نقدر نشتغل على كذا محور من محاور التنميه، محور تنميه افقي اللي هو النهارده بصدده مع فخامه الرئيس. بيتكلم النهارده في زياده المساحه المزرعه، ما اصبح في من صعب في مكان ان انا ازود المساحه المزرعه بداخل وادي. ليه؟ لانها بتبقى على حساب محاصيل ثانيه لا تقل اهميه زي البرسيم، زي البصل، زي الفول. صحيح. فما كان ان انا لابد لما ازود مساحات لازم ازود من خلال اراضي جديده. وده اللي حصل في المشاريع القوميه الكبيره اللي فخامه الرئيس بيتشرف النهارده، بيفتح النهارده مشروع عملاق النهارده وبيوم حصاد فيه في المشاريع العملاقه بتاعت الدوله المصريه، زي شارع عوينات، زي توشكا، زي مستقبل مصر، طريق طبعه. هذه المساحات كل سنه بتتضاعف المساحه بتاعتها، وبدليل النهارده المساحه 3.2 مستهدف السنه الجايه ان شاء الله 4 مليون فدان. صحيح. كل ده بيجرنا ان شاء الله عشان نحقق الهدف من الاستراتيجيه بتاعت 2025 وسنه 2030. هل احنا قادرين احنا نوصل ان شاء الله الهدف من التعيين الاستراتيجيه بتاعت 2025 ان انا اوصل ل 60% ل 65% من احتياجاتنا، نغطي 60% من احتياجاتنا. وكذلك من سنه 2030 ان شاء الله نحقق التغطيه من احتياجاتنا بنسبه 70%. هل احنا قادرين على ذلك؟ ان شاء الله قادرين على ذلك في ظل الدفعه القويه والدعم الغير طبيعي من فخامه الرئيس والوزاره في هذا الملف بالذات، ملف المحاصيل الاستراتيجيه اللي هي الحمد لله يمكن من خلال المشاريع القوميه الكبيره دي عملت نقله وطفره في هذا الملف. يعني تم توريد يعني في موسم حصاد القمح كما جاء على لسان الدكتور علي مصلحي 2 مليون طن، ومن المستهدف توريد هذا العام 4 مليون طن بزياده عن العام السابق. الى اي مدى يتجاوب الفلاح المصري مع يعني عمليه التوريد، والى اي مدى ايضا يعني هذا يصب في مصلحه المواطن في النهايه؟ والله بص، يعني احنا عملنا حاجه جميله جدا، يمكن معالي وزير الزراعه عمل كل سنه بيعمل حاجه كويسه جدا. يعني جرت العاده دايما ان انا دايما بعلن عن السعر التوريد في وقت حصاد. بقى لنا سنتين معالي وزير الزراعه بيعلن عن ميعاد، بيعلن عن سعر التوريد قبل موعد الحصاد، مش توقيت توريده، بيعلن عن سعره. عن سعر ده بيكون في مصلحه الفلاح بشكل مباشر. بالظبط كده، عشان نعلن المدرسه الفلاح يعمل دراسه جدوى ويكون يعرف السعر بناء عن ايه ويقدر يشتغل ويستمر ولا لا. وبالتالي كان لابد ان احنا الحمد لله يمكن كانت توجيهات كمان من فخامه الرئيس انها نعمل دراسه اسعار وتماشيا مع الاسعار العالميه كمان، مش ده وبس. يعني انت بتعلن عن السعر قبل زراعه بشهرين، وكان قد كذلك من 1250 في بدايه الموسم، ونظرا للثمن لما فخامه الرئيس وجه ان يبقى دراسه الاسعار تمشيا مع الاسعار العالميه، وقد كان الحمد لله السعر ارتفع ب 1500 جنيه. صحيح. مع ده طبعا الحمد لله يمكن اتى بثمارها واصبح مردوده كويس جدا لدى المزارع ان هو بدا يورد القمح. الحمد لله وصلنا ل 2 مليون فدان، واحنا لسه ما وصلناش لليوم منتصف موسم التوريد، وده انجاز ما حصلش قبل كده. الحمد لله. اذا عدنا مره اخرى دكتور رضا الى هذا المثلث الزراعي تحديدا شرق العوينات، توشكا، عين جله والفرافره، والحديث عن توفير المياه والري في هذه المنطقة، نتحدث عن خزان مياه جوفية، والرئيس أشار في مداخلته خلال الافتتاح إلى ضرورة الحفاظ على هذا الخزان لأطول فترة ممكنة، لأنه يعني بتستفيد منه أجيال مقبلة وفقا ل يعني المعايير العلمية المتبعة عالميا. نعم. هي المحور الثاني اللي بنتكلم عن سعادتك عليه بقى، اللي انت في النطاق النقطه اللي انت اثرتها معاليك دي، اللي هي تعظيم الانتاجيه من وحده الارض والمياه. ازاي نعظم الانتاجيه في وحده المساحه وندي انتاج افضل واقوى، وده ذلك ان احنا بنعمله بنعظم الانتاجيه في داخل الوادي وفي خارجه. صحيح. في داخل الوادي الحمد لله يمكن عملنا شغل كويس جدا، واصبح المتوسطات عاليه وتوصل 24 ارداف و26 ارداف. النقله الحضريه بقى، النقله اللي حصل فيها انجاز
هي انك انت تستنبط اصناف ذكيه مناخيا تتلائم مع المشاريع القوميه الكبيره دي. صحيح. لان المشاريع القوميه الكبيره دي كلها بتتعاني مثلا بعض لحد ما من جفاف، درجه حراره عاليه زي موجود في توشكا وشارع عوينات، متاثره بالملوحه الى حد ما زي موجود في مستقبل مصر في شارع في طريق طبعا. احنا كقسم بعض بحث الحقليه تبع وزاره الزراعه ده شغله الشاغل انه يقوم باستنباط اصناف ذكيه مناخيه تتلائم في هذه البيئات المختلفه. صحيح. وتؤدي اداء كويس جدا. احنا في مستقبل مصر وشارع عوينات زي ما اعلن النهارده في المؤتمر بتتكلم في اصناف بتجيب 25 ارداب. وده ما حصلش قبل كده في الفتره اللي فاتت. معاك حقبه او معاك مجموعه من الاصناف بتتميز بمحصول عالي على الرغم من اختلاف البيئات المختلفه لكنها ثابته بتديني بمحصول دون التاثر بالظروف الجويه اللي حواليها. ده بيعظم دكتور رضا، بيعظم من انتاجيه الفدان. نعم. وده ما كانش حصل قبل كده في الفتره اللي فاتت. يمكن قديما عشان الناس تعرف بس حجم الانجاز اللي حصل في الملف ده ازاي. لان قديما مثلا على سبيل المثال، مش قديما قوي، على سبيل المثال في التسعينات كانت مصر كلها بتزرع بصنف واحد. حاليا انت النهارده بتتكلم في 15 ل 20 صنف متداولين تبع السياسه الصنفيه في ابل وبحر مصر. وبالتالي المزارع بياخد الصنف ليتلائم مع البيئه بتاعته في المكان بتاعه سواء في وجه ابلي او في وجه بحري عشان نعظم الانتاجيه. وعملنا حاجه جميله قوي عشان نعظم الانتاجيه، عملنا 7000 حقل وتجميع ارشاديه في جميع انحاء مصر، اراضي جديده واراضي قديمه. الهدف منها ايه؟ بعظم الانتاجيه من خلال ان انا بمارس ممارسات زراعيه والتوصيات الفنيه والمثاليه مع اخواننا مزارعين في تجميع ارشاديه مثلا اقل او حقل ارشادي فدان او تجميع ارشاديه 5 فدادين. بيتم الممارسات الزراعيه المثاليه والتوصيات الفنيه، الهدف منها ان اعظم له انتاجه. صح. ويزيد من دخله وبالتالي نضمن له حياه كريمه. ما هو الشعار لابد يكون على ارض الواقع. السيد الرئيس اليوم ايضا دعا رجال الاعمال والمستثمرين الى الدخول باستثمارات في هذه المنطقه الواعده في شرق العوينات وتوشكا. إلى أي مدى هذه المنطقة جاذبة وقادرة على يعني جذب عدد كبير من المستثمرين سواء داخليا أو مستثمرين من الخارج؟ يا فندم، هي نظرة ثاقبة زي بيقولوا مستقبلية كبيرة جدا، لأن أرض منطقة الوادي الجديد بالذات هتعمل نقلة في الأمن، مشاكل الأمن الغذائي في مصر كلها من خلال أرض الوادي الجديد. أرض الوادي الجديد النهاردة بسم الله ما شاء الله يعني حاجة جميلة جدا زي ما شفنا وتطرقنا كده مع النهارده في محصول القمح وبيزرع فيها بطاطس، بيزرع فيها الذرة، كل الأراضي اللي موجودة في الوادي الجديد الحمد لله بتأدي أداء كويس جدا باختلاف الأصناف اللي احنا بنشتغل فيها، بتشتغل بتحدد فيها حتى بالزيتون، كل ده الحمد لله يمكن هتعمل ثمارها وبتشجع المستثمرين لأن أصبح بيبقى لها مردود اقتصادي كويس جدا وبتأدي وتغطي التكاليف ويدي فيها عائد اقتصادي كويس جدا، وده اللي هيبقى مقبل على السادة المستثمرين انه هيستثمر لان الارض الحمد لله كل عوامل النجاح متوفره في الاراضي الجديده خاصه في اراضي الوادي الجديد. تمام. المشروع القومي للصوامع اضافه جديده للقطاع الزراعي وكان له دور كبير في التامين الغذائي وتقليل الهدر والفقد في محصول القمح. نعم. نتحدث عن اكثر من 50 صومعه منذ عام 2014. نعم. كمان أشار الدكتور علي المصلحي إلى أنه في تعاون مع البنك الدولي لإنشاء صوامع جديدة. فكرة التخزين وبشكل جيد لمحصول القمح إلى أي مدى بيساهم في الحفاظ عليه وفي تعظيم هذا المحصول؟ نرجع بالذاكره بس من سنه وشويه او سنتين من حرب الدائره الروسيه الاوكرانيه اللي انقذنا من الموضوع ده، النظره الثاقبه برضه للقياده السياسيه انها كان عندنا مخزون استراتيجي يكفينا 6 اشهر بدايه من لما الحرب حصلت في شهر 2 تقريبا السنه اللي فاتت اللي قبلها، مش كده يا فندم؟ صحيح. ده نتيجه الفكر دايما انك انت دايما تكون لك نظرات مستقبليه. انت لحد وقت قريب كان الساعه التخزينيه بتاعتنا كانت 1.5 مليون طن تقريبا. صحيح. حاليا انت بتتكلم في ساعه تخزينيه ما يقرب من 5 ل 6 مليون طن. وده اللي انقذنا الحمد لله يمكن في عز الازمات الاقتصاديه الحرب الدائره روسيا اوكرانيا والعالم كله وكل الاقتصادات العالم كلها اتاثرت بيها، لكن الحمد لله كان عندنا مخزون استراتيجي. قديما كان عندنا شون ترابيه. صحيح. عشان نعرف برضه الفرق وضع الملف ده حصل فيه انجازات ما حصلتش قبل كده في تاريخ مصر. قديما كنا في عندنا شوان ترابيه وبالتالي كان نسبه الفقد ما بتوصل ل 25%. شوان دي يا فندم يعني شوان ترابيه مكشوفه غير بالمره. مكشوفه. ما كانش في عندنا قدره ساعه تخزينيه بالوضع اللي احنا بنتكلم فيه حاليا. وبالتالي كان نسبه الفقد فيها 25%. يعني انت لما بتخزن 1 مليون طن في عندك فقد 250,000 كيلو. رقم كبير. مش كده يا فندم؟ بنسبه 25%. النهارده بتتكلم عن نسبه فقد العالميه المتداوله حاليا بتتكلم عن 3% ل 5%. وبالتالي ده النسب العالميه اللي كان متداوله اللي العالم النهارده بيشتغل فيها بنسبه الفقد اللي موجوده فيه. ليه؟ عندك النهارده شوان الى حد ما اللي هي المرحله ما قبل الصوامع اصبحت النهارده بارضيه خرسانه مجهزه بتندات للحمايه من نتيجه اللي ممكن وارد يحصل امطار
بيحافظ على اشعه الشمس موجوده، كل ده الحمد لله انجاز في هذا الملف ما حصلش قبل كده في تاريخ مصر. تمام. وله مردود الحمد لله في الانتاجيه في النهايه. تمام. افتتاح مصنع خاص لانتاج البطاطس باشكالها المختلفه الى جوار هذه المساحات المنزرعة بالقمح، فكرة يعني التصنيع الزراعي والاعتماد على المحاصيل الزراعية لتقديمها بمنتجات أخرى تفيد بشكل كبير بالطبع الأسواق المحلية وتكون قيمة مضافة للاقتصاد المصري. الحمد لله يمكن بقالنا فتره طويله برضه ما حصلش انجاز في هذا الملف ان هو التصنيع الزراعي. صحيح. دايما بنقول دايما المشاريع الزراعيه الكبيره القوميه الكبيره والاستثمارات اللي هتصب في المنطقه دي يدا بيد او ستيب باي ستيب او خطوه بخطوه لازم ان يكون متواجد معاها مصانع تقدر تشغل. يبقى النهارده في انتاج زراعي بيطلع، في تصنيع زراعي بيطلع من نتيجه المنتج الزراعي اللي موجود، في ايادي عامله بتشتغل لها مردود باقتصاد الحمد لله. يعني كل الحمد لله يمكن الناس باصه على القباله، دايما نبص على الانجازات اللي بتحصل. احنا كنا قادمه كنا ايه وحاليا ايه ومخطط عندنا في المستفاتر اللي جايه ديت هيحصل فيه ايه. فلا بد الكلام ده الناس تكون عندها علم ودرايه بيه عشان تقدر حجم الانجاز اللي حصل في الفتره اللي فاتت. تمام. دكتور رضا محمد علي مدير معهد المحاصيل الحقليه ورئيس الحمله القوميه للنهوض بمحصول القمح، شكرا جزيلا لك.